كان في فيلم كلمتكم عنه من اكتر من شهرين، الحمد لله بدا التصوير، كلمتك عنه من شهرين، فيلم احمد السقا الجديد واللي طالع بيمثل فيه دور السيسي. احمد السقا مصر، كان تجيلي رسائل يا عم حرام احمد السقا وسيب احمد السقا والقصه والروايه، والايام ما خيبتش ظننا. الفيلم المعمول خصيصا لتزوير التاريخ، عشان تعرف ان تاريخنا مش ملعوب في اساسه، اصلا اساسه ما حضرش في تاريخنا. مش يستنوا ان الناس تنسى، لا 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 لا، لا. واضح انهم مستعجلين، واضح انهم مستعجلين. السقا هيمثل دور السيسي واحمد رزق هيمثل دور دكتور مرسي. صور نزلت لمشاهد من التصوير، فيلم اسمه سر للغايه حقيقه، ده احمد رزق وده احمد السقا حقيقه، اللي يعني ذهب، انا اقسم بالله ما شفت من ساعه الانقلاب فنان اتشتم، شوف بقى كميه المصايب اللي اتعملت من فنانين، ما حدش اتهان واتمرمط واتمسح بكرامته الارض قد السقا في 48 ساعه اللي فاتت دي. ما فيش حد يعني، شيء مهول، شيء مهول، يعني شيء مهول. شوف بقى كمية الحاجات والتعرضات الكبيرة وبتاع وكذا. حتى فؤاد يا راجل، على ذكر فؤاد، كان برضو زمايلي نسيوا وبعت لهم رسالة، كان جات لي من حد حضر الحفلة اللي هو الفؤاد جبت لك فيها، اللي كان عاملينها عشان دعم مصر وترشيح السيسي من كام يوم كده، جبتها لك وقلت لك، ان بعت لي بقى رسم لي بدقة شديدة جدا ازاي التصوير حصل، وان دول كانوا شوية قليلين، وان الزاوية ما بتروحش من عليهم، عشان بيقول لي الناس اقسم بالله ما كان في حد، عدد بسيط جدا يعني. حتى فؤاد، شوف عمل فؤاد ايه، وعمل برنامج بقى فظيع جدا وسامج جدا وكله تعرض، من رئيسك ومن بتاع، فظيع جدا. فؤاد ما تعرضش لإهانات اللي تعرض لها السقا في اليومين ال 48 ساعة اللي فاتت دي، بعد ما بدأت تظهر صور الفيلم سر الغاية اللي بيأدي فيه دور السيسي. تعال نشوف بس كده، كان في لقطة جمعت بيقولوا لي بين السيسي وأحمد السقا، تعال نشوفها كده. معلش يا جماعة، هيظبطوا الصوت، طالعة من غير صوت، هيظبطوها زمايلي، بعتذر لحضراتكم، هتظبط ووريها لك. أحمد السقا بعد ما مثل أفلام كتير قوي على إنه ظابط وكده، الحمد لله ترقى ووصل لرتبة مشير، إن شاء الله هياخد كده لقب عسكري السينما المصرية. حقيقة مشهد الحقيقة عبثي بامتياز، بامتياز بامتياز. هيا أحمد السقا، ما خلصنا فيه كل الكلام، يعني سبحان الله، تشعر بلدك الناس مش محتاجة كده. تيجي تقارن بقى بين خالد أبو النجا والسقا، عمرو واكد والسقا، يعني خالد أبو النجا ممثل رائع جدا وعمرو واكد ممثل رائع جدا، لكن المساحة اللي كسبها السقا في الفن المصري أكبر من مساحتهم، ودي أرزاق وبتحصل، مش شرط إن يكون هو الأكثر فنا أو الأكثر موهبة، مش شرط إن دي تحصل، لكن الحقيقة إن هو الواحد إذا كان في ألفة ف 3 4 ألفة في الوسط فهو أكيد منه. تكشف إيه اللي ممسوك على أحمد السقا؟ إيه اللي أحمد السقا يعمل كده في نفسه ليه؟ ليه؟